راضي بحكم ربنا وبحكم العدالة؟ عارفين ان انت مش قادر ومش قادر تتحمل اعصابك وصعب عليك الموقف وقعدك جوه ونفسك وكل ده. بس هو المفروض كان يعزم لان هو قاعد الاسره كامله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. هو كان المفروض يعزم لان هو قاعد الاسره كامله. قاعد الاسره كامله تحط عيال في طول عمره ويهتك عرض عيل. اللي عمله مش قليل. اللي عمله مش قليل. القاضي شايف ان هو شايف الحكم ده مناسب هو شايف. بس ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش. ان شاء الله هيحصل له اللي حصل في عيالي. ان شاء الله هيحصل له زي ما هو عمل في عيالي كده هيحصل وهيجي اللي هيعمل في عياله كده ان شاء الله رب العالمين. وربنا اسمه العدل. ربنا اسمه العدل ما يسيبش حق. ربنا يمهل ولا يهمل. بس برضه السجن 15 سنة مشددة. يعني 15 سنة على الجريمة اللي ارتكبها يقضي معظم بقية حياته وشبابه داخل السجن. ماشي هو صغير في السن مش كبير. عنده 24 سنة و 15 سنة 15 ما حصلش 40 سنة. بس هو ضيع مستقبل عيل عنده 10 سنين. يعني يفضل عمره كله طول ما هو عايش بالمشكلة دي عايش طول عمره تعبان وعايش طول عمره في الظروف اللي هو اتحط فيها. هي والمتهم ده أمه وهو المتهم حطوه فيها. هيفضل طول عمره تعبان مهما عملت له ومهما حاولت أعالجه مهما أعمل. أنا مش هعرف إن أنا نسيه اللي حصل. دي حاجة خلاص مستمرة معاه طول حياته. طيب الزوجة وأنتوا طلبتوا النهاردة بإن هي تتضم في القضية طبعا. هتتخذ ضدها إجراءات خلال الفترة اللي جاية وهتحرك قضية الزنا لأن هي كانت المتهمة الأكبر. هي اللي أدخلت المتهم دوت داخل البيت وهو اللي خليته يعمل كده. هناخد ضدها طبعا كل الاجراءات القانونيه بحيث ان هي تاخد عقابها لان هي السبب في كل اللي حصل ده كله. هي ما كانتش جابت الشخص ده البيت. ما كانش ابني اتحط في عرض. ما كانش ابني اتحط في تراب. وما كانش اللي حصل للولاد ده حصل. هي المتسبب الاول والاخير. يعني توجه لها رساله ايه بعد ما المتهم النهارده اخذ 15 سنه وهي لسه دورها جاي؟ ان شاء الله دورها جاي وان شاء الله ربنا يمهل ولا يهمل. ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل. ان شاء الله حق اولادك هياخدوه منك على قيد حياتك. ان شاء الله حق اولادك هياخدوه منك على قيد حياتك. هتتحبسي زي ما هو اتحبس ان شاء الله. تروح تقول ايه لعلي النهارده؟ هقول لعلي النهارده ربنا سبحانه وتعالى جاب لك حقك. هو اي نعم حق مش ككفء. انا بقللش في القضاء ولا حاجه. بس ده حق في الدنيا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى عين له حقه في الاخره. ان شاء الله نقتص حقه في الاخره برضه باذن الله رب العالمين.